السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه شيوات امينه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غنحضر معكم هذا لي ميني كيك، كيوجدوا في 10 دقائق. بقاو مع الوصفه. على بركه الله الكيك ديال 10 دقائق ديالنا. وما تستغربيش من الاسم، لا هذا غير داك كيوجد هنا. انا عندي 3 البيضات، هنا غنقول لكم اشنو المكونات وممطو كنخلط. هنا عندي 3 البيضات، غنزيد عليهم هنا عندي كاس ديال السكر مع مرق بحال هكا، قل 7 تقريبا، ودايره في هادي واحد سطاش ديال الفانيليا، كنخلطو مزيان. فعلا هاديك كيما قلت لكم 10 دقائق وكيوجد على ما كتخلطي، على ما كتخلطي الكيك ديالك حتى هو كياخد تقريبا نقولو 8 حتى 10 دقائق. كنتي كتحضريه كديري الفران سخون، انا لا دايره الفران ديالي كيسخن. ما درتش انا التراب الكهربائي، فضلت هكا نحط لكم نخلط بالتراب اليدوي. تقدروا ديروا التراب الكهربائي او ديروا بكاس ديال العصير، اي حاجه، وتخلطوا بها بالزربه. هنا غنزيد الكاس ديال الزيت اللي ما عامرش، خاصو واحد شويه، وغنخلط. نتأكد بأن داك السكر دابا خصوصي تسمع معايا باقي هكايا، لا مدايرش مع داك داك البيض. غادي نزيد كاس ديال الحليب، تقدري ديري كاس ديال اليوغور بالنكهة اللي كتفضلي. كنخلط مزيان هاد الحليب حتى هو، نتأكد بأن كلشي مندمج. هنا دابا غنزيد الدقيق وأنا كنغربل فيه. الدقيق عندي هنايا جوج كيسان ونص ديال الدقيق، غنزيد تقريبا جوج كيسان، غنخلي هاد القدر هدا، وغندير معاه جوج خمارات. على فكرة أنا درت واحد القبيسة د الملحة مذكرتهاش، درت واحد القبيسة د الملحة مع البيض في اللول. هنا غنغرب الدقيق ديالي، هو الخميرة ديما تغربلو الدقيق تفاديا باش ما يكون عندكم كويرات في الخليط بحال هكا. شتو هاد الكويرات هادو مكيبغوش يتحلو الى دا الى ما الى ما تغربلوش. نحترق بها هنا، هنا غنخلط وغنشوف واش غادي يخصني باقي داك النص ديال الكاس ولا الكفايه. هاد جوج كيسان انا راه عابراهم. الى وجدتو كاع المقادير ديالكم هكايا، او كتوجدي كدير البيض ودير السكر والزيت وكلشي وكتبداي تخلطي وكتضيفي المكونات اخرين، راه كيجي ساهل. ما كديري فيها حتى في الخليط ديالها ما كديري حتى 10 دقائق، كتبداي ديريها في ليمون. وحتى الطيب ديالها كياخد 10 دقائق. هنا لا باقي خاص كما شفتو، غادي نزيد هاد نص كاس ديال الدقيق، جبتكم على عرض جوج كيسان ونص. غادي نخلط دابا هذا
في لا كويرات لا حتى حاجه. ديما ملي كتغربلوا الدقيق وواحد الحاجه نصيحه اخرى انكم ديما تخلطوا بنفس الاتجاه، ما تبقاوش تقلبوا الاتجاه وانتم كتخلطوا الدقيق البنات فكيتكور، واخا تكونوا غربتوا الدقيق كيتكور. ها هو مشتو بعد ما حطيت الخليط مزيان انا كمشتو غنستعين بالمغرفه هكايا باش تعاوني يومي الاخر. هادو لي بتي ميو ديالي هما صايبتهم، وهادو كما قلت لكم كياخذوا 10 دقائق في الطياب ماشي حتر، راه غادي يكون سخون كديروهم ما كياخذوش بزاف الوقت. فينا ما غاديش نحتاج وقله مرقه ديروا غير قياس تعمروهمش، ديما خليو البلاصه فين طلع العجين لا غطي بها حيت غطلع انا غنستمر هكا نعمرهم كاملين نتلاقى معكم. كما كتشوفوا من بعد ما عمرت الليمو ديالي غنزينهم هنا بشي حبيبات ديال الشكلاط راه تقدروا تزينوهم باي حاجه ولا تقدروا ديرهم غير هكاك بلا ما ديروا فيهم والو او مكسرات اللي يعجبكم. انا غندير شي وحدين هكا وشي وحدين غندير فيهم المربى و التفاح. شوف غندير دابا ها هما هادو هنا الخليط اللي خلطت هو انا ما شط ليه مع والو شو واحد شويه اللي شط ليه انا هادو غندير فيهم التفاح والمربى. انا راه كنديرو هذا غير المربى الفريز او ديرو مشماش او فرامبواز او اي حاجه كاينه عندكم توفر عندكم هكا غير باش تنوعوا المذاقات وليكو ديال الكيك. كما ان نفس العجين ولكن كيجي مختلف هكا كتفرحوا وليداتكم حاجه بسيطه. حتى الا دخل عندكم شي واحد على غفله كما قلت لكم دغيا كيوجدوا هادو. دابا غنديرهم في الفران هنا غنزيد قطعه ديال التفاح وغنديرهم في الفران غيديروا 10 دقائق ديال الطياب ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هنا غادي نزيد التفاح في هادو كتشوفوا الشكل ديالهم بانتظار انه يطيبوا هادوك اللي فيهم الشكلاط غندير هادو حتى هما يطيبوا حتى هما ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الكيك ديال 10 دقائق ديالنا. كما كتشوفوا البنات هما لي ميني كيك ديالي طابو كيوجدوا في 10 دقائق وجوج شكيلات مختلفين المذاقات ديالهم مع انها نفس العجين. كنتمنى تعجبكم الفكره وتبقوا عندكم وتجربوها لوليداتكم. وفضلا وليس امرا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.